مرحبا أصدقائي، نورتوني بفيديو جديد لليوم. رح نعمل مع بعض وصفة صلصة البيتزا الإيطالية بطريقة كتير سهلة ورح تطلع لذيذة وكتير طيبة. خلونا نبلش مع بعض وصفتنا لليوم. أنا بحاجة لبندورة مقطعة مكعبات صغيرة، بحاجة لبصل كمان مقطع مكعبات، ملح، زيت زيتون، زعتر أخضر أو الأوريغانو، ثوم شرايح بيعطي طعم كتير طيبة، سكر لنخفف من حموضة مية البندورة أو معجون البندورة، بدي حط كمان فليفلة خضرة، ورح نبلش بالوصفة. أكيد رح حط كمان خل أبيض. أول شي سخنت زيت زيتون، رح حط عليه البصل وقليه لحتى يتدبل معي. بعد ما يتدبل رح ضيف عليه الثوم الشرايح، كمان رح قليهم مع بعض بس لحتى يتدبل الثوم ويتغير لونه. رح ضيف الفلفل الأخضر، رح قليهم مع بعض منيح لحتى يدبلوا كل هالخضروات. بعدين بنزل عليهم باقي المكونات، رح حط عليهم الملح، الزعتر الأخضر، رح حط عليهم البندورة، خل، معجون الطماطم والسكر. إذا بتحبوا كمان فيكم تضيفوا حر، هذا اختياري، أنا بحب أضيف حر لأغلبية وصفاتي. هلأ بخلي كل المكونات لحتى يتسبكوا منيح، وفينا نضيف له كمان شوية مي، هذا بيساعد انه كمان الخضار تستوي اكتر. هلأ بعد ما غليوا معي الخضار رح وطي عليهم واتركهم لمدة 10 او 15 دقيقة لحتى يتسبكوا منيح ولحتى يستووا كمان هالخضار. أنا ما رح أخلطهم بالخفاقة الكهربائية لأنه بحب أستطعم بالخضار بالبيتزا. فشو رح أعمل؟ رح أخذ بهالأداة اللي منخفق فيها أو منعفس فيها البطاطا، رح بلش عفس شوي هالخضروات وأهرسها بس شوي يعني لحتى تدبل معي أكتر وتنطحن أكتر، وبنفس الوقت بحافظ على قوامها وما بطحنها وبستمتع بهالنكهة اللذيذة. بس يتسبكوا عندي هيك بيكون صارت جاهزة، رح شيلها وحطها بصحن على طرف. وقت بدي أنا استعملها طلعها، فيني خبيها بالبراد بمطربان وحط عليها زيت زيتون وأنا سكرها منيح وأتركها بالبراد. وقت اللي بدي أعمل بيتزا طلعها وبحطها على العجينة. مثل ما وعدتكم الطريقة كتير سهلة وكتير لذيذة، وهي الطريقة الأصلية لصلصة البيتزا. أنا شخصياً بحبها أكتر بكتير من صلصة اللحمة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة إذا عجبكم هذا الفيديو، تدعموني بزر أعجبني، تتركوا لي تعليق لحتى أعرف رأيكم بالوصفة، وتابعوني على قنواتي اللي على الإنستغرام وعلى الفيسبوك. بتشكركم والله معكم.